السلام عليكم متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم أهميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جبنا لكم عروض جهوية ديال بيم اللي غتكون يوم الجمعة إن شاء الله القادمة يوم 29 جانفي. هذه العروض هذه غادي تكون في عدة مناطق في المغرب أو عدة جهات، غتكتشفوهم معنا إن شاء الله في آخر الفيديو. واللي ما قدرش يصبر معنا يدخل صندوق الوصف ويلقى الجهات اللي فيها هذا العرض هذا. قبل ما نبداو كنبغي نشكر جميع المتابعين اللي كيخليو لنا تعليقات واعجابات مشجعه، فهذا الشيء كيشجعنا بزاف. وكنشكر ايضا المتابعين والمتابعات اللي كيشاركونا التجارب ديالهم في المنتوجات اللي تعرضوا سابقا، فهذا الشيء راه كيفيدنا وكيفيد جميع المتابعين. واللي اول مره يزورنا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس غيوصلو الجديد دائما ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. بسم الله. كاين اول منتوج معنا هاد السجاده هادي، هاد الطابي ديال الصالون كما كتشوفوا معنا كيجي بهاد الديزاين هذا. هو فيها في العرض هاد السجاده هادي 160 سنتيم على 230، يعني الحجم ديالها متوسط كما كتشوفوا، ممكن تجيبها بين الفتيات. بالنسبه لهنا راه دايرين تصميم واحد، ما عرفناش واش كيجي بعده الوان او غير هاد اللون هذا. وهي الشكل ديالها عصري. بالنسبه للثمن ديالها راه دايره تقريبا 400 درهم، يعني 8000 ريال. وكما كتشوفوها معنا راه دابا كتبان في وسط الصالون. كاين ايضا معنا واحد الاله اول مره يمكن تجيب في بيم. هذه الاله متعدده الوظائف، 3 في 1 كما كتشوفوا معنا. هذه كما كتشوفوا راه عندها الفوق واحد المقلات اللي ممكن تقليو فيها البيض او تقليو فيها اي حاجة، راه مضادة للالتصاق بها بالغطاء ديالها ديال الزاج، حاجة على شكل كاري او مستطيلة. ايضا في نفس الجهاز كاين هاد المحمصة ديال الخبز او لي بتي بان او اي حاجة ممكن تسخنو فيها. هاد الفرن الصغير هذا راه كي السعة ديالو 10 لتر، يعني ممكن تسخنو فيها وممكن حتى تطيبو فيه كنظن. وكاين ايضا لاصقة معاه الكافيتيا عادي اللي ممكن تصنعو بها القهوة ديالكم، يعني هادشي كامل في جهاز واحد، يعني فكرة مبتكرة صراحة واول مرة كنظن انها تجيب البيم. بالنسبة للشركة المصنعة هادي راه امبيريال، راه ديما كتجاب في بيم. وبالنسبة للاستهلاك ديالها راه 1100 واط، يعني راه ما كتستهلكش بزاف، يعني هذا راه غتغنيكم على عدة أجهزة أو عدة معدات توجدوا بها مفطور، هذه راه كافية. بالنسبة للثمن ديالها راه تقريبا دايرة 350 درهم، يعني 7000 ريال. وكما كتشوفوها معنا دابا راه كتبان بوضوح. كاين ايضا معنا هاد السله ديال الملابس اللي جايه بهذا التصميم هذا، دايره فيها في العرض 42 سنتيم على 48 في العلاوه، وكتجيب الغطاء ديالها. هذه السعه ديالها 45 لتر من بلاستارت. وبالنسبه للالوان راه كتجيب هاد الجلوينات هادو اللي كتشوفوا معنا، والثمن ديالها تقريبا 70 درهم يعني 1400 ريال. كاين ايضا معنا هاد الصينيه هادي اللي كتشوفوا معنا دابا، كتجيب عده الوان. هادي راه فيها في الطول 46 سنتيم وفي العرض 32. هادي راه من الخشب ماشي من البلاستيك، هادي راه من الخشب وكتجيب عده الوان كما كتشوفوا معنا. وكنظن انها راه فيها في الوسط الزاج او بلاستيك ما ذكرينش، المهم هي راه مصنوعه من الخشب. والثمن ديالها تقريبا 2000 ريال 100 درهم. كاين ايضا معنا هذا الغلاي هذا، هذا المقراج هذا راه كيهز 3 لتر من ليكسوس، هذا راه ما كيصديش راه من الانوكس. والتصميم ديالو زوين. بالنسبه للثمن ديالو تصور راه داير 100 درهم
يعني 2000 ريال، وكنطلبوا من المتابعين او المتابعات اللي جربوا هذه المنتوجات قبل، سواء انا هذا المقراج او المنتوجات اللي عرضنا قبل، يشاركونا التجربه ديالهم في التعليقات، فراهم كيفيدونا وكيفيدوا المتابعين. كاين ايضا معنا هذا الحامل ديال لي فولار والشالات كما كتشوفوا معنا، هذا راه يقدر يهز لكم حتى 28 بياسه من بعد التصميم هذا، ممكن تعلقوه في الباب او في البلاكار في العلاقه ديال الكسوه. بالنسبه للثمن ديالو هذا راه داير تقريبا 800 درهم، 40 درهم، وكنظن انه مصنوع من الثوب ولكن ما متاكدش. السيده اللي سبق جربت هذا المنتوج هذا تقول لنا التجربه ديالها معه. بالنسبه للمنتوج التالي معنا كاين هذا الحامل ديال الملابس المعدني، هذا راه كيتعلق في الباب، هذا راه فيه كاين موجود في السوق بعده تصميمات، هذا ممكن تعلقه في الباب ديال البلاكار او الباب ديال الغرفه، راه فيه تقريبا 7 ديال العلاقات. بالنسبه للثمن ديالو راه داير 400 درهم. كاين ايضا معنا هذا الصندوق البلاستيكي بالغطاء ديالو، هذا ممكن تحطو فيه الفوطات او اي حاجه، هو راه ما كيبانش كبير بزاف واخا ما دايرش الكاباسيتي ديالو، هو راه مصنوع من البلاستيك من الشركه ديال كاندي، وكيجي بعد بهاد جوج لوينات هادو كما كتشوفوا، وداير 300 درهم. كاين ايضا معنا هذا الحامل ديال الملابس اللي جايب هاد الديزاين هذا، هاد الديزاين الجديد، هادو 3 ديال البياسات، مجموعة ديال 3 ديال البياسات كيجيو بعدة ألوان كما كتشوفو في هاد الدوائر هادو، ورا داير 300 درهم، يعني تقريبا 100 درهم للعلاقة. كاين أيضا معنا هاد المنظم ديال المجوهرات، لدرجة على شكل فستان، هذا ممكن تعلقه في البلاكار في البلاصه اللي كتعلق فيها الكسوه، وراه فيه بزاف ديال الجياب اللي ممكن تنظموا فيهم المجوهرات ديالكم او الاكسسوار، وراه كيجي بعده اشكال كما كتشوفوا معنا بعد 3 تشكيلات. بالنسبه للثمن ديالو راه 400 درهم. هذا هو المنتوج الاخير معنا في هذا العرض هذا. بالنسبه لهذه العروض هذه متابعينا الكرام غتكون ان شاء الله في عده مناطق في الدار البيضاء، غيكون ان شاء الله بجهه عين السبع بنسيك سيدي عثمان الحي المحمدي ومولاي رشيد وسباته وكراج علال المنظر العام وسط المدينه وقرب المعارف. بالنسبه للمنتوجات اللي تبعتو معنا في هذا العرض هذا كان واحد هاد العلاقات هادو او هاد المنظمات هادو اللي كتشوفوا معنا، كل وحده والثمن ديالها بتصميمات مختلفه. كاين ايضا هاد الصندوق البلاستيكي، كاين ايضا هاد الغلايه هذا او هاد المقراج ديال اينوكس، وكاين هاد الصواني الخشبيه، وهاد السله ديال الملابس، وشفتوا معنا ايضا هاد الطابي هذا ديال الصالون، وهاد الآلة المتعددة الوظائف 3 في 1 اللي شفتو معنا، هاد الآلة المبتكرة اللي دايرة تقريبا 7000 ريال. هاد العروض هادي كما قلنا متابعينا الكرام غتكون يوم الجمعة 29 جانفي 2021، يعني الجمعة القادمة، وغتكون عروض جهوية اللي كما قلنا في الجهة ديال عين السبع بالمسيك سيدي عثمان الحي المحمدي ومولاي رشيد سباتة وكراج علال المنظر العام وسط المدينة وقرب المعارف، وممكن تكون حتى في مناطق اخرى. نتمنى يكون هذا العرض نال الاعجاب ديالكم، الى اول مره يزورنا في القناه يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله، ونتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.